هسه دخلنا موضوع جديد اسمه المعادلات الأسية. تمام، لو اجي اخذ هسه مثال بسيط مثل هذا، 3 يساوي لنا 3 اس اكس هنا 3 اس 2، فهذا يشبه هذا، مو صح لو لا؟ وانا عندي مقوله تقول اذا تساوت الاسس تساوت الاساسات، يعني اذا هذين يتساوون هذني يتساوون. تمام، فبما انه هذا يشبه هذا فمجموعه الحل راح شو تكون؟ هسه بالبداية ما نكتب، نقول x يساوي لنا 2، إذا مجموعة الحل راح شو تكون؟ 2. تمام؟ إذا هذا يساوي الحل راح يكون له قيمة x، إذا ذن مساويات. تمام؟ مو شرط، مرات يعطيك الأس مساو ذن مختلفات، فراح يكون الأساس هو الجواب. تمام، المثال البسيط الثاني 5 أس 3 وهنا 5 أس إكس، فهاي الخمسة تشبه هاي الخمسة، إذا تساوت الأسس تساوت الأساسات، فراح نقول إكس يساوي لنا 3، إذا مجموعة الحل راح شو تكون؟ 3. تمام؟ فهنا حسب هاي الخاصية إذا تساوت الأسس تساوت الأساسات. فمثال الثالث مثل ما تعرفون هاي بالنسبة للموضوع معادلة الأسية ذن مقبلات، يعني بعد ما داخلين. فهنا هذا يشبه هذا، فراح اقول 15 يساوي لنا 3 اكس، يعني اذا تساوت الاسس تساوت الاساسات، فبعد ما علي بالاساسات اخذ بس الاسس واشتغل. هسه راح اقسم الطرفين على 3، قيمة اكس ايش قد طلعت لي؟ 5، اذا مجموعة الحل راح شو تكون؟ 5. هالشكل هذا تحل، هيك اسئلة تجيك بهالشكل هذا تحل، لا تستنتج لي جواب من يمك، ما مسموح لك. شباب هسه دخلنا بالموضوع بصلبه، فهنا نجي هذا يشبه هذا، مو صح لو لا؟ فاذا تساوت الاسس تساوت الاساسات، ناخذ الاسس اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1 يساوي لنا هاي 2، ادخلها على الاكس وادخلها على 3، يعني هنا 2 اكس زائدا 6، مو صح لو لا؟ بعد راح هذا اصفر المعادله، اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1 ناقص 2 اكس ناقص 6 يساوي 0، نقلتها صارت هنا موجب ناقص 2 اكس، نقلتها هنا صارت سالب 2 وال 6 صارت سالب 6. بعد ما صفرته هذا يشبه هذا، واشارات المشابهه اقدر اجمعها، فهنا اكس تربيع ناقص 4 اكس. تمام، هنا 6 يروح 1، ايش قد تبقى؟ ايش قد تبقى؟ 5، مو صح لو لا؟ يساوي 0. من وصلت لهالنتيجة هذه بعدها راح احلها بيا طريقة، طريقة التجربة. تفتح لك قوسين، تمام، هاي يسموها طريقة التجربة، يعني ليش سموها تجربة؟ لان انت تجرب مرة بيك بالثالث متوسط، انت رابع بعد. فهنا انا راح اقول اخلي هنا ناقص واخلي هنا موجب، فراح اقول اكس في اكس يطلع اكس تربيع، مو صح لو لا؟ اريد اسوي هذا الحد يكون اذا جمعتهم يطلع للحد الوسط. تمام، فاقول سالب 5 وهنا 1، بحيث اذا جمعت هذا سالب 5 اكس سالب 5 اكس باكس، فراح يطلع للحد الوسط اللي هو سالب 4 اكس، اذا هذا حلي صحيح. إذا ما طلع هيك حلك، حلك غلط. تمام، فراح شو تقول؟ إما x ناقص 5 يساوي 0، ويؤدي إلى أن x يساوي لنا موجب 5، نقلتها. تمام، هذا القوس، إما هذا القوس أو هسه راح أجي، أو هذا القوس اللي هو x زائد 1 يساوي 0، ويؤدي إلى أن x يساوي سالب 1. تمام، إذا مجموعة الحل راح شو تكون؟ الخمسة والسالب 1 وسد القوس. شغلة بسيطة، مجرد إذا تساوت الأسس تساوت الأساسات، خذيت الأسس اشتغلت بيهن، سويتن على شكل جمع، طرحت، سويت تجربة، انحلت، طلعت قيم، ماكو أي شيء صعب. السؤال الثاني هم نجي، استاذ هذا شلون احل؟ استاذ صعب. ابو الغيره، وحده من الطالبات ايش كاتبت لي؟ شو معلقت لي؟
بس هذا انت المادة عليك سهلة، احنا انت مدرس والله المادة عليك سهلة، احنا وين السهولة بالموضوع؟ جات غير ما تراجعين يعني شلون نجمت احنا ببدالك هسه هذا؟ لا ما اقدر اشتغله اذا ما اساوي الاساسات او اساوي الاسس. فهنا نجي الستة تنزل على حطتها ماكو اشكال، اكس تربيع ناقص 3 اكس ناقص 2 يساوين هذا، لازم اسوي يشبه هذا، فهذا جاينا من 6 تربيع تمام. هسه ده 36 على 6 بيها 6 على 6 بيها 1، فاختار 6 من عندهم وخلي وحده في 2 صح ولا لا؟ اذا حللت ال 36 هذا للتوضيح تمام. هسه انحلت الشغله، صارت تساوت الاساسات تساوت الاسس صح ولا لا؟ يعني راح تصير شغله عندي معادله هنا اكس تربيع ناقص 3 اكس ناقص 2 يساوي 2. الاساسات متساويه بعد علي بدنا نشتغل تمام. فهنا اكس تربيع ناقص 3 اكس ناقص 2 ناقص 2 يساوي 0، هاي نقلت هنا صارت هم ناقص 2 ساويتها 0. بعدي راح اقول اكس تربيع ناقص 3 اكس على حطه نزلته نا سالب 2 وسالب 2 شو يصير؟ سالب 4 صح لو لا؟ يساوي 0. بعدي افتح قوسين حتى اسوي لي تجربه، فاقول هنا اكس ناقصا 4 وهنا اكس ناقص زائدا 1، بحيث اذا قلت سالب 4 يروح 1 يبقى سالب 3 صح لو لا؟ حل صح لو لا؟ هاي تجربه، اذا ما طلع حيز غلط حل. فتقول له اما اكس ناقص 4 يساوي 0 ويؤدي الى ان اكس يساويني موجب 4 تمام، او ان اكس زائد 1 يساوي 0 ويؤدي الى ان اكس انقل الواحد هناك يصير موجب سالب 1، هاي قيمه اكس. اذا مجموعه الحل راح تكون عندي الأربعة والسالب 1، هذا مجموعه الحل. طلاب وصلنا لهذا السؤال، هسه ذن راح يلغمن البنات يشوفون هيك سؤال يساوي لنا 100 10 اس وهنا الطرف هذا 100 راح يلطمن يبكن يا ترى سهل انزل العشرة على حطته هاي هنا يساوي لنا 10 تربيع، يعني المية اذا جيت حللتها على 10 بيها 10 على 10 بيها 1، فهنا 10 اس 1 100 صح لو لا؟ هاي المية من تريد تحللها يعني هاي مال اغبياء. فهنا تساوت الاسس.